السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الأخير من الفصل الثامن من منهج الشبكات الأكاديمي، واللي يتعلق بالـ Network Security. في هذا الدرس إن شاء الله راح نتحدث عن Securing Wireless LANs والـ Operational Security Devices اللي هو الـ Firewalls والـ Intrusion Detection Systems. بالنسبة للـ Wireless Networks، يعني عادة يعني طرق التأمين للشبكات اللاسلكية تكون أصعب وأعقد بكثير من تأمين الشبكات السلكية، لأنه الفضاء اللاسلكي مفتوح جدا، بحيث أنه أي شخص يستطيع أن يكون موجود في الوسط، يعني يكون المان ان ذا ميدل أو الومن ان ذا ميدل، ويستطيع يعني أن يقوم بعملية السنيفنج اللي هي الشم أو تحسس البيانات أو الباكتات المرسلة والمستقبلة بين أي جهازين لاسلكيين بسهولة أكبر بكثير من الشبكات السلكية. وبالتالي يعني في الشبكات اللاسلكية، يعني أول محاولة لعملية تشفير البيانات و حمايتها من الاختراق كانت بما يسمى بالواير واير وايرد ايكوفلنت برايفسي، اللي هو يعني بروتوكول محاولة يعني الحصول على فد أمنية أو خصوصية مكافئة للموجودة في الشبكات السلكية. في البداية هذا البروتوكول اللي هو WEP، الأهداف الرئيسية اللي كانت خاصة به أيضا، يعني مثل ما هو معروف بالنسبة للشبكات الرئيسية، سيمتريك كي كريبتوغرافي، يعني يستخدم التشفير بالمفتاح المتماثل. الهدف الرئيسي من عندها الكونفيدنشاليتي، الخصوصية، اند هوست اوثرايزيشن، يعني تخويل الدخول للمستخدمين الطرفيين، وداتا انتجريتي اللي هي تكامل البيانات والتأكد من صحة البيانات المستلمة. يعتبر هذا البروتوكول سيلف سينكرونايزنج، يعني هو يقوم بمزاملة نفسه بنفسه، لأنه كل باكيت يتم تشفيره بشكل مستقل عن الباكيتات الأخرى، بحيث أنه إذا أعطينا الباكيتات المشفرة ومفتاح التشفير نستطيع بعد ذلك القيام بعملية فك التشفير في الطرف الآخر، وأيضا يستطيع يعني الاستمرار بفك تشفير البيانات حتى وإن كانت الباكيتات السابقة قد فقدت أثناء عملية الإرسال أو الاستقبال. بخلاف بروتوكول السايفر بلوك تشيننج CBS CBC اللي بلوك سايفرز، يعني هذا البروتوكول إذا تم فقدان الباكيت X فالباكيت واي يعني لن يمكن، يعني او الاكس زائد واحد لن يمكن فك تشفيرها، لانه كل الباكيتات معتمده على بعضها البعض الاخر. بالنسبه لل WAP يعني يقوم بتشفير وفك تشفير كل الباكيتات بشكل مستقل عن بعضها الاخر. يعتبر هو افيشنت، يعني او الكفاءه الخاصه به انه يمكن تمثيله او يعني برمجته او وضعه في اجهزه، يعني حلول هاردوير او سوفتوير، يعني يمكن ان تجد سوفتوير هو عنوانه WAP، يمكن اضافته الى اي جهاز، أو يمكن أن يكون هناك جهاز كامل هو يعني يعمل كوظيفة الـ WEP اللي هو الـ Wired Equivalence Privacy. هنا هو يستخدم ما يسمى بالـ Symmetric Stream Ciphers اللي هو التشفير بالمفاتيح المتماثلة. العملية تتم كالآتي: هناك مفتاح معين ندخله على مولد مفاتيح لينتج لدينا ما يسمى بالـ Key Stream اللي هو سيل أو انسياب المفاتيح، لأنه مثل ما ذكرنا هذه المفاتيح يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض الآخر. إذا افترضنا أنه الـ M of I هو البيانات الأصلية، أو الـ ith unit of the message أو البت رقم I من الرسالة الأصلية، KS of I اللي هو الـ ith unit of the key stream، الـ C of I هو الـ unit of the key cipher text أو النص المشفر، فإنه النص المشفر نستطيع الحصول عليه من خلال عملية exclusive OR بين البيانات الأصلية والـ key stream. بعد ذلك البيانات الأصلية نستطيع الحصول عليها مرة أخرى من خلال exclusive OR بين النص المشفر والكي ستريم، وهذا هو أيضا يستخدم الـ RC4 مثل ما ذكرنا سابقا. الـ Stream Cipher and الـ Packet Independence، هنا نتذكر بأنه الهدف الرئيسي من هذا التصميم هو أنه كل باكيت يكون يعني يشفر ويتم فك تشفيره بشكل مستقل عن الباكيتات الأخرى. طيب إذا كان لدينا الفريم N plus 1، إذا كان الفريم N زائد 1 واستخدمنا الكي ستريم الذي يعني توقفنا عنده في المرة السابقة اللي هو للفريم N، بهذه الحالة أنه كل فريم لن يكون مستقل عن الفريمات الأخرى، أي أنه إذا الفريم اللي إجانا من الطبقة، الفريم طبعا نقصد به الطبقة الثانية، إذا إجانا باكيت من الطبقة الثالثة وقمنا بتجزئته إلى مجموعة من الفريمز، بحيث أنه كل فريم قمنا بتشفيره بمفتاح معين، والفريم السابق وصلنا إلى الفريم رقم N، بعد ذلك الفريم رقم N زائد واحد إذا كان أيضا يعتمد على نفس الكي ستريم السابق اللي احنا كنا نستخدمه، وبالتالي هذه معناتها الباكيتات لن تكون يعني مستقلة عن بعضها البعض الآخر، وبالتالي يجب أن نعرف من أين وصلنا في المرة السابقة، يعني عندما قمنا بتشفير الباكيت N. الطريقة اللي يتبعها هذا البروتوكول لحل هذه المشكلة أنه initialize key stream with the key plus the new IV for each packet،
بحيث انه احنا ما راح نبدي فقط بالكي وانما بالانيشياليزيشن فيكتور ايضا، يعني الكي زائد الانيشياليزيشن فيكتور باكيت دخلها على الكي ستريم جنريتر راح يعطينا على الكي ستريم باكيتس اللي راح نشوفها بعد قليل يعني في الحسابات. هنا مثل ما ذكرنا يعني ايضا تلخيص لهذا البروتوكول، السندر الجهاز المرسل سيقوم بحساب ما يسمى بالانتجريتي تشيك فاليو اي سي في للبيانات، واللي هي عباره عن 4 بايتات الهاش اضافه الى السي ار سي سايكليك ريدندنسي تشيك للداتا انتجريتي. بعد ذلك ايتش سايد يعني كل طرف من اطراف الاتصال راح يقوم بتوليد ال 104 بت شيرت كي اللي تحدثنا عنه في المحاضرات السابقه. السندر راح يقوم بتوليد 24 بت انيشاليزيشن فيكتور اي في، هذا اللي تحدثنا عنه قبل قليل، هذا هو الاي في للباكيت اللي هو 24 بت. وطبعا ايضا يعني يقوم باضافتها الى ال 104 بت بحيث يكون عندنا 128 بت اللي هو هذا الجيفن كي. بعد ذلك السندر يقوم بوضع هذا الابند ذا كي اي دي، هذا الكي اي دي هذا الانيشاليزيشن فيكتور قلنا عليه، وهذا الكي اي دي اللي هو عباره عن 8 بت. ال 128 بت اللي وضعناها كي انبوتد انتو سودو راندوم نمبر جنريتر، هذا هو اللي هنا نتحدث عنه اللي هو الكي ستريم جنريتر، هو عباره عن سودو راندوم نمبر جنريتر اللي هو مولد الارقام شبه العشوائيه. سودو يعني شبه عشوائيه، ليش قلنا شبه عشوائيه؟ لانه عشوائيه معناتها من الصعب او من المستحيل معرفه كيف تولدت وكيف نستطيع توليدها مره اخرى. سودو معناتها احنا نعرف القانون الذي من خلاله تم توليد هذه الارقام العشوائيه، وبالتالي يعني يمكن عكس هذه العمليه في الطرف الاخر لمعرفه المفتاح. دخلنا هذا ال 128 بت المفتاح على السودو راندوم نمبر جنريتر، تولد عندنا الكي ستريم. بعد ذلك البيانات بالفريم زائدا الاي سي بي اللي هي يعني اللي هي انتجريتي تشيك فاليو تشفر باستخدام البروتوكول ار سي 4، تظهر عندنا بعد البي مقسومه على عدد البايتات للكي ستريمز. اكسكلوزيف اورد يعني نقوم باجراء عمليه اكسكلوزيف اور عليها مع البيانات اضافه للاي سي بي. الاي سي في والكي اي دي ار ابندد تو ذا انكربتد داتا، هنا هاي الداتا راح تكون انكربتد اللي هي الداتا زائد الاي سي في، والبيلود النهائي كله راح نخليه في داخل ماك بيلود اللي هو يعني ميديا اكسس كنترول. بيلود انزرتد انتو 802.11 فريم هاي 802.11، هذا اللي هو الفريم الخاص بالوايرلس. هنا هذه العمليه ايضا يعني بال يعني كمخطط رسومي، الاي في هنا راح يجي عندنا الانيشاليزيشن فيكتور لكل فريم، وكذلك الكي ستريم اللي هو 104 بت راح يتم توليده، راح نقوم بادخال اثنيناتهم على الكي سيكونس جنريتر او الراندوم نمبر جنريتر. بعد ذلك راح يعني نقوم بعمليه الاكسكلوزيف اور للبلين تكست فريم داتا بلس دي سي ار سي سايكليك ريدندنسي تشيك، واخيرا هذه كلها نقوم ب يعني وضعها في داخل هذا الباكيت، هذا راح يكون عندنا ال 802.11 هيدر، وهذه هي البيانات المشفره اللي يتم ارسالها عبر يعني البيئه اللاسلكيه. عمليه الديكربشن فك التشفير في الطرف الاخر، ايضا الريسيفر راح يقوم بفك تشفير الاي في الانيشاليزيشن فيكتور، يقوم بادخال الاي في والشيرد كي ايضا على راندوم نمبر جنريتر لتوليد الكي ستريم السابق. وهنا تتضح اهميه السودو راندوم نمبر جنريتر، لانه لو كان راندوم نمبر جنريتر فمن الصعب يعني اعاده توليده مره اخرى في طرف المستلم، بس لانه هو سودو واحنا نعرف الاي في الانيشاليزيشن فيكتور اللي استخدمناه في توليد هذا المفتاح، فمعرفته مره اخرى وادخاله على سودو راندوم نمبر جنريتر مره اخرى يعطينا الكي ستريم الاصلي. بعد ذلك ايضا نقوم بعمليه اكسكلوزيف اور لهذا الكي ستريم مع البيانات المشفره للحصول على البيانات الغير مشفره. نقوم بالتاكد من الانتجريتي الخاصه بالبيانات من خلال الاي سي في. واخيرا المسج انتجريتي ابروتش يوزد هير از ديفرنت فروم دي ماك ميديم المسج اوثنتيكيشن كود، يعني طريقه التاكد من سلامه البيانات المستخدمه هنا تختلف عن الطريقه المستخدمه في المسج اوثنتيكيشن كود، وكذلك في السيجنتشرز المستخدمه بالكي بي بي كي اي. ايضا هنا لكي نتاكد من سلامه الطرف الاخر نستخدم ما يسمى بالاند بوينت اوثنتيكيشن وذ ناونس. ناونس اللي مثل ما ذكرنا سابقا هو الرقم الذي يتكرر مره واحده فقط في طول مده الحياه، يعني طول مده حياه الاجهزه المستخدمه له. كيف يتاكد بوب انه اليس از لايف؟ يعني كيف يتاكد انه الطرف الاخر الذي يقوم بالاتصال به هو نفس الطرف الذي يريد الاتصال به فعلا وليس المان ان ذا ميدل؟ بوب يقوم بارسال ناونس الى اليس. هنا اليس تقول اي ام اليس، بوب يقوم بارسال ناونس اللي هو الرقم الغير مكرر. اليس يفترض انه تقوم بتشفير
هذا الناونس باستخدام الشيرد سيكريت كي وارجاعه الى بوب. هنا اليس از لايف، يعني هنا راح يستنتج انه اليس هي موجوده وفعلا هي التي تتصل به، لانه فقط اليس تعرف هذا الشيرد كي، وبالتالي عندما يقوم بفك تشفير المفتاح او الناوس الذي استلمه ويعرف انه هو فعلا الناوس الذي قام بارساله سابقا، يعرف انه اليس هي التي تتصل به وليس شخص موجود في الوسط. فهنا هذه نفس الطريقه يستخدمها ال WAP Authentication، يقوم بارسال Authentication Request الجهاز الاول الى الاكسس بوينت طبعا او الى الراوتر اللاسلكي. هنا هذا راح يقوم بارسال الناونس، الجهاز الطرفي يقوم بتشفير الناونس باستخدام الشيرد كي المفتاح المشترك. بعد ذلك هنا الاكسس بوينت راح يتاكد من انه هذا الطرف هو فعلا الجهاز الحقيقي الذي يريد الاتصال به، فيحصل عندنا نجاح في العمليه اذا النص المشفر هو مساوي للناونس الاصلي. هنا طبعا ملاحظه انه ليست كل الاكسس بوينتس تقوم بذلك، فقط اذا كان ال WAP يحدد انه هذا الشيء يعني مطلوب. دان بيفور اسوشيشن، وهذا الشيء يحصل قبل حصول عمليه الاسوشيشن، يعني قبل تخصيص باندويث لهذا الجهاز اللاسلكي. هنا طبعا ال WAP تعرض للكثير من عمليات الاختراق، ويعني اثبت انه هو حاليا يعني اصبح اختراقه سهل جدا، يعني هناك الكثير من الادوات المتوفره التي تسمح باختراق ال WAP بسهوله. المشكلة أنه security holes الفجوات الموجودة في الأمنية، أنه هذا الـ 24 بت IV initialization vector هو فقط 24 بت، وبالتالي يستخدم يعني واحد لكل فريم، بالتالي أنه eventually reused، فبالتالي سيتم استخدامه إعادة استخدامه مرة أخرى. وأيضا هو يرسل بالبلين تكست، يعني يرسل مثل ما هو بدون تشفير، فبالتالي يعني إعادة استخدامه يتم اكتشافها بسهولة. الأتاك يحصل كالآتي، أنه ترودي الشخص الموجود في الوسط راح يقوم بإجبار أليس اللي هو طرف أحد أطراف الاتصال بأنه تقوم بتشفير بيانات معينة اللي هي D1 D2 D3 D4 باستخدام الـ IV. الترودي راح تشاهد أو هذا الشخص المان إن ذا ميدل راح يشاهد الإكسكلوزيف أور بين البيانات اللي هو أصلا أرسلها إلى أليس والكي كي أي أوف أي في. ترودي راح يعرف السي أي والدي أي وبالتالي يستطيع حساب الكي أي. ترودي راح يعرف الانكربتد كي اللي هو K1 of IV K2 of IV. اذا عرف الانكربشن كيز بعد نيكست تايم الاي في في المره القادمه التي يتم استخدام الاي في فيها نفسها، فترودي راح يكون قادرا على فك تشفيرها، وبالتالي يعني ثبت انه هذا ال WAP يمكن بسهوله يعني اختراقه وكسر التشفير الخاص به والاطلاع على البيانات، وبالتالي ظهرت عندنا يعني بروتوكولات جديده للتشفير او السكيورتي اللي واحد منها هو ال 802.11i اللي هو الامبروفد سكيورتي. نيوميروس سترونجر فورمز اوف انكربشن بوسيبل، هنا طبعا ظهرت عندنا انواع جديده للتشفير اللي هو اقوى من ال WAP. بروفايد كي ديستريبيوشن، يوفر لنا اليه توزيع المفاتيح في عده اماكن وليست مكان واحد، وبالتالي يصعب عمليه الاختراق. يستخدم الاوثنتيكيشن سيرفر سيبريتد فروم ذا اكسس بوينت، يستخدم لنا سيرفر خاص بالاوثنتيكيشن لتاكيد الهويه منفصل عن الاكسس بوينت او عن الراوتر. هنا نلاحظ بانه اي ستيشن تحاول انه ترسل بيانات تقوم بديسكفر، يعني تتم عمليه ديسكفري اوف سكيورتي كابابيلتيز بين اليوزر يعني ستيشن والاكسس بوينت، واللي هو يكون مرتبط سلكيا مع الاوثرايزيشن او الاوثنتيكيشن سيرفر اللي هو سيرفر تاكيد الهويه. بعد ذلك الستيشن والاكسس او الاوثرايزيشن اوثنتيكيشن سيرفر ميوتشوالي اوثنتيكيت توجذر جنريت ماستر كي ام كي، يقومون بتوليد ما يسمى بالماستر كي والذي هو سيرفز از باس ثرو. هنا الاكسس بوينت راح يكون وظيفته فقط هو تمرير البيانات من الستيشن الى الاوثنتيكيشن سيرفر فقط للتاكد من هويه كلاهما. بعد ذلك الستيشن تقوم باشتقاق ما يسمى بالبير وايز ماستر كي، والاوثنتيكيشن سيرفر ايضا يقوم يعني باشتقاقه في نفس الوقت، واخيرا يتم التاكد من انه كلاهما نفس الكي تم يعني اشتقاقه. فالستيشن والاكسس بوينت راح تستخدم هذا البير وايز ماستر كي لاشتقاق التمبورال كي اللي هو تي كي، والذي سيستخدم في تشفير الرسائل والتاكد من يعني الانتجريتي الخاصه بها اللي او ضمان يعني مصداقيه الرسائل. البروتوكول الاخر اللي نستخدمه اللي هو الاكستنسبل اوثنتيكيشن بروتوكول الاي اي بي اللي هو الاند تو اند كلاينت موبايل تو اوثنتيكيشن سيرفر بروتوكول. هذا البروتوكول ايضا يستخدم ما بين الكلاينتس والاوثنتيكيشن سيرفر،
باستخدام الـ EIP TLS والـ EIP والـ EIP Overlan Radius الـ UDP IP كل هذه البروتوكولات يمكن يعني يمكنها أن تستخدم الـ EIP. الـ EIP يرسل عبر Separated Links يعني عبر روابط مستقلة. هنا أنا طبعاً عادة في الأجهزة اللاسلكية تكون لدينا أنواع Links هي عبارة عن Data Links والبعض الآخر تكون Control Links. فهنا الـ EIP يرسل عبر الـ Control Links. الموبايل تو اكسس بوينت ايضا يستخدم الاي اي بي اوفر لان. الاكسس بوينت تو اوثنتيكيشن سيرفر يستخدم الراديوس اوفر يو دي بي. تلاحظ انه يعني احد الاتصالات اللي هو الموبايل للاكسس بوينت يستخدم الاي اي بي اوفر لان، ومن الاكسس بوينت للاوثنتيكيشن سيرفر يستخدم الراديوس اوفر يو دي بي. فهذه الطرق المختلفه للاتصال فيما بينهما. هذا هو كل ما يخص السكيورتي او سكيورنج وايرلس لانز. أخير جزء الأخير من هذا الفصل راح يتحدث عن الـ Operational Security Devices اللي هم من الـ Firewalls والـ Intrusion Detection Systems. بالنسبة للـ Firewall هو عبارة يعني ترجمتها الحرفية هو جدار ناري، واللي وظيفته هو عزل الشبكة الداخلية للمؤسسة عن الإنترنت، وبالتالي يسمح بوصول بعض الباكيتات أو يعني مرورها عبر الـ Firewall ويمنع الباكيتات الأخرى. تلاحظ أنه هنا هاي الشبكة الداخلية الخاصة بالمؤسسة عادة قبل اتصالها بالإنترنت تقوم بوضع Firewall. الفايروال مثل ما ذكرنا هو عبارة عن جهاز وظيفته قد يكون هو جزء من راوتر أو قد يكون هو جهاز مستقل خاص، يعني قد يكون هاردوير أو سوفتوير، وظيفته أنه يقوم بالسماح للباكيتات بالدخول أو الخروج اللي هي لها قواعد معينة، ومنع الباكيتات الأخرى اللي هي غير معروفة أو المشبوهة أو التي يخاف أنها تكون untrusted يعني غير موثوقة من الباد جايز أو من المان إن ذا ميدل أو غيرها من الأتاكرز أو الهاكرز. لماذا نحتاج الفايروولز؟ اولا لانه تمنع لنا الدينايل اوف سيرفيس اتاكس، هجمات منع او حجب الخدمه. طبعا الدينايل اوف سيرفيس اتاكس هي يعني حيز كبير من الهجمات، من ادها السن فلودنج بحيث انه الاتاكر يقوم بتاسيس الكثير من البوغس تي سي بي كونكشنز، الكثير من الاتصالات التي سي بي الوهميه او الضاره، بحيث انه نو ريسورسز ليفتد فور ريال كونكشنز، بحيث بانه لا تبقى اي موارد متبقيه للاتصالات الحقيقيه. كذلك يمنع أن illegal modification أو access to the internal data، يمنع أن التعديل أو الوصول الغير قانوني إلى البيانات الداخلية، لأنه بعض الأتاكرز يستطيع استبدال الصفحة الرئيسية لموقع معين ببيانات أخرى مثل ما هو يحصل حاليا يعني من قبل كثير من الأتاكرز حول العالم. allow only authorized access to inside network، يسمح بالوصول يعني المشروع فقط إلى داخل الشبكة، بحيث انه يخلينا authenticated users او hosts يعني قائمه بالمستخدمين او الاجهزه الموثوقه فقط هي التي تستطيع الدخول الى الشبكه. وبصوره عامه هناك ثلاث انواع رئيسيه من الفايرولز: الستيتلس باكيت فلترز اللي هو مرشحات الباكيتات عديمه الحاله او التي لا تقوم بالاحتفاظ بالحاله السابقه، والستيتفول باكيت فلترز اللي هي مرشحات الباكيتات التي تحتفظ بحاله الباكيتات السابقه، وما يسمى بالابلكيشن جيت ويز اللي هو يعني اكثر الانواع تطورا ويعني حداثة. بالنسبة لل stateless packet filters أو الفلترنج اللي هو مثل ما ذكرنا يقوم بعملية فلتر للباكيتات بالاستناد إلى فد قواعد معينة. الشبكة الداخلية تتصل بالإنترنت عبر راوتر فايروول اللي هو مثل ما ذكرنا قد يكون راوتر قد يكون فايروول قد يكون جهاز واحد أو عدة أجهزة. الراوتر يقوم بعملية فلتر أو ترشيح للباكيتات packet by packet، يعني كل باكيت من أتين يقوم بمعاملته بشكل مستقل، بحيث أنه القرار لتوجيه الباكيت أو حذفه يعتمد على السورس IP address والdestination IP address يعني IP address المصدر و IP address الهدف، البورت نمبر الخاص بالمصدر والهدف سواء كان TCP أو UDP، الـ ICMP message type نوعية الرسائل الـ ICMP، وكذلك TCP SYN and ACK bits. هذه فقط البيانات اللي يعني يتعامل بها هذا النوع من الفايروولز. Should arriving packet be allowed in departed packets let out، يعني الباكيتات الواصلة أو الخارجة هل يفترض أنه نسمح لها أو نمنعها؟ هذا هو الدور الرئيسي للفايروول. Stateless packet filtering أيضا مثل ما ذكرنا يعني المثال أحد الأمثلة عليها أنه المثال الأول blocking incoming and outgoing datagrams، يعني يقوم بمنع البيانات الداخلة أو الخارجة إذا كانت الـ IP address الخاص بها الـ IP protocol field 17، وأما السورس أو الديستنيشن يستخدم البورت نمبر 23. النتيجة لهذه القاعدة أو هذه البوليسي أنه كل الترافيك القادم أو الخارج الذي يستخدم الـ UDP اللي هو هذا البورت والتيلنت كونكشن اللي هو هذا البروتوكول فيلد اللي هو 17 كلاهما راح يكون بلوكت.
كذلك بلوك ان باوند تي سي بي سيجمنتس وذ اكنولجمنت زيرو، ايضا هذا يعني نقوم بمنع كل البيانات القادمه التي تحتوي على الاكنولجمنت الخاص بها يساوي صفر. هذا راح يقوم بمنع كل الاكسترنال كلاينتس المستخدمين الخارجيين من اجراء تي سي بي كونكشن مع الانترنال كلاينتس مع الاجهزه الداخليه في الشبكه، وبالتالي راح يسمح ولكنه فقط راح يسمح للانترنال كلاينتس بانه يتصلون بالعالم الخارجي. فهذه كلها عن القواعد انه يمكن ضبطها في الفاير وول، واحنا ايضا تحدثنا عنها بشكل مفصل يعني في دوره النتورك فورنسكس اللي هي تحليلات الشبكات موجوده في القناه، يعني بالنسبه للاخوه المهتمين بمعلومات اضافيه. نحن هناك عندنا التحليلات الجنائيه للشبكات عباره عن دوره مختصره تحتوي على كل الامور الخاصه ب فاير وولز والانتروجن بريفنشن سيستم، انتروجن ديتكشن سيستمز، وكل انواع السكيورتي موجوده في الشبكات بصوره مختصره يعني. فايضا راح للناس المهتمين بها راح يكون الرابط الخاص بها موجود في الديسكربشن لهذا الفيديو. هذا ايضا مثل ما ذكرنا هذا النوع الاول من انواع الفاير وولز اللي هو الستيتلس باكيت فلترنج. هنا ايضا اكو عندنا امثله اخرى، اذا البوليسي اللي كنا نبحث عنها انه نو اوتسايد ويب اكسس، فيجب ان نضبط اعدادات الفاير وول بحيث انه يقوم بحذف كل الاوت جوينج باكيتس تو اني اي بي ادرس البورت 80. يعني اذا اردنا نمنع كل المستخدمين الداخليين من الوصول الى اي ويب اكسس اي ويب بيجز راح نمنع كل البيانات الذاهبه الى البورت 80. اذا اردنا نو انكم تي سي بي كونكشنز اكسبت ذوز فور انستتيوشنز بوبليك ويب سيرفر اونلي مثلا، اذا اردنا ان نمنع كل الاتصالات القادمه الى المؤسسه ما عدا الموجهه الى موقع الشركه الرسمي مثلا، راح نقوم بحذف كل الانكم تي سي بي سين باكيتس، باكيتات اللي هي من نوع السن التي تستخدم اي اي بي ما عدا هذا الاي بي اللي هو 130 207 244. هذا مثلا يعني كمثال على الاي اللي هو الاي بي ادرس الخاص بالويب بيج المخزون في السيرفر الداخلي للشركه مثلا، واللي يستخدم البورت نمبر 80. ونفس الحاله بالنسبه لبقيه الامثله، يعني هناك عاده بوليسي يقوم بوضعها مدير الشبكه او مسؤول الامنيه في الشبكه، وبعد ذلك نستطيع ضبط اعدادات الفاير وول لكي تتناسب مع هذه البوليسي. هناك الكثير من الامثله طبعا يعني مثل ما ذكرنا يعني مشروحه بشكل افضل في الكورس الاخر. هنا ايضا احنا نستخدم ما يسمى بالاكسس كنترول ليست اللي هو قائمه التحكم بالوصول. الاكسس كنترول ليست هو عباره عن جدول للقواعد او القوانين التي تطبق from top to bottom يعني من الاعلى الى الاسفل على الانكمينج باكيتس على البيانات القادمه، واللي هي تحتوي على الاكشن كونديشن بيرز يعني زوج من الفعاليات التي او الاجراءات التي يتم توظيفها او تطبيقها على كل كونديشن على كل شرط معين يحصل في الشبكه. فمثلا هنا اذا كان عندنا الاكشن الذي تقوم باتخاذه هو السماح للبيانات القادمه من هذا السورس ادرس والذاهبه الى هذا الديستنيشن ادرس وتستخدم هذا البروتوكول وهذا البورت نمبر وهذا يعني السورس بورت هذا هو راح يكون اكبر من 1023 والديستنيشن بورت هلجت والفلاج اني. هذه يعني هذه قاعده كامله موجوده في الاكسس كنترول ليست بحيث انه نقوم بالسماح للبيانات التي تتوافر فيها كل هذه الشروط. بعد ذلك ايضا يمكن ان نقوم بالسماح لهذه البيانات التي تحتوي على كل هذه الشروط بحيث انه عندنا السورس ادرس هو الاوتسايد اوف هذا الديستنيشن ادرس هذا هو تي سي بي البروتوكول السورس بورت ديستنيشن بورت والفلاج الخاص بها هو اكنولجمنت. ايضا يعني نقوم بوضع كل الالاو واخر شيء يعني نقوم بوضع الديناي. يعني اي شيء لا ينطبق على هذه القواعد راح نقوم بعمليه الديناي له، ديناي اول 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 يعني هنا منع كل شيء كل سورس ادرس وكل ديستنيشن ادرس وكل بورت او كل بروتوكول كل بورت نمبر لا تنطبق عليه هذه القواعد. ولذلك احنا قلنا هو توب تو بوتوم يعني عندما تاتي اي باكيت راح يقوم بتطبيق هذه القواعد عليها واحده بعد الاخرى. ياتي الى القاعده الاولى، هل الباكيت القادمه تنطبق عليها كل هذه المواصفات؟ اذا نعم راح يقوم بالسماح لها بالمرور. اذا لم تنطبق عليها هذه المواصفات راح يقوم باختبار هذا الشرط ثم هذا الشرط ثم هذا الشرط. اذا لم تكن اي واحده من هذه فراح يطبق عليها هذا الشرط لانه هو هذا الاستثناء لكل الامور الاخرى. فاذا لم تنطبق عليها هذه الشروط راح يقوم بعمليه الديناي يعني راح يمنع هذه الباكيت من المرور في الشبكه وهكذا. هذا ما يخص بالستيتلس باكيت فلترنج. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو الستيتفول باكيت فلترنج اللي هو مثل ما ذكرنا يحتفظ بالحاله السابقه للبيانات او الباكيتات بحيث انه هو طبعا يعتبر هو هيفي هاندد تول يعني اداه ثقيله من ناحيه الكمبيوتيشن ورك لود لانه راح تكون يعني
أبطأ من النوع الأول إلا أنها أكثر كفاءة، لأنه راح تقوم بالسماح للباكتات فقط التي make admits packets that make no sense، يعني الباكتات التي الغير منطقية سيتم حذفها، يعني مثلا destination port 80 acknowledgement bit set even though not TCP connection established مثلا، يعني إذا كان عندنا destination port اللي يريد نوصل له هو 80 والacknowledgement bit هو set يعني واحد، على الرغم من أنه ليس هناك يعني TCP connection مفتوح سابقا، هذا معناته هذه الباكت هي doesn't make any sense، وبالتالي يجب أن نقوم بحذفها. فهنا أنا مثلا أيضا مثل ما لاحظنا أكو عندنا access control list يقوم بضبط يعني التحكم بين السورس اي بي ادرس ديستنيشن اي بي ادرس البروتوكول سورس بورت ديستنيشن بورت والفلاجز ايضا. هنا الفلاجز راح يكون لها اهميه اكبر من النوع السابق، لانه هنا يعني هي اللي تتحكم بالستيت الخاصه بالباكيت. الستيت فوت باكيت مثل ما ذكرنا تراك ذا ستيتس اوف افري تي سي بي كونكشن، راح يقوم بمتابعه حاله كل اتصال من نوع تي سي بي ويتتبع يعني هذا الثري واي هاد شيكينج اللي هو السن سن اك اك فن الى اخره، يتبع الكونكشن سيت اب يعني تاسيس الاتصال من خلال هذا الفلاج سن، والتير داون انهاء الاتصال من خلال الفن، وديترماينز وذر ذا انكمينج اور اوت جوينج باكيتس ميك سنس، يعني يحسب هل ان الباكيتات القادمه او الخارجه منطقيه او لا، يعني بما معنى انه اذا جتنا باكيت فن لاتصال معين اللي هو تير داون انهاء اتصال، علما انه هذا الاتصال لم يتم انشاؤه بالاصل، فبالتالي هذا معناته هذا الباكيت هو يعني مشبوه بوغس. فايضا يعني تايم اوت ان اكتف كونكشنز ات فاير وول نو لونجر ادميت باكيتس، هنا ايضا يعني يقوم بمتابعه التايم اوت، لانه اذا كان هناك اتصال بدا ولم ينتهي فيقوم بانهائه بعد انتهاء التايم اوت. هذه كل الوظائف راح تكون من نوع يعني من وظائف الفاير وول. وايضا الاكسس كنترول ليست الخاصه به يعني انديكيت ذا نيد تو تشيك كونكشن ستيت تيبل بيفور ادميتنج باكيتس، هنا ايضا راح يكون عندنا التشيك كونكشن، يعني إضافة إلى كل الحقول السابقة هنا أيضا نحتاج أنه نقوم بعملية تشيك للكونكشن. بعض الأحيان نحتاج أنه نسوي تشيك كونكشن وبعض الأحيان لا نحتاج، يعني إذا كان هناك باكيت السورس أي بي خاص بها والديستنيشن أي بي وكل الأمور تمام ما نحتاج تشيك الكونكشن، ولكن إذا لقينا أكو عندنا فلاج معين أكنولجمنت، هنا كل ما نلقى فلاجات معينة أو كل ما نجد يو دي بي مثلا نحتاج أنه نشيك الكونكشن، وبالتالي احنا نحتاج انه الستيت السابقه، ولذلك سميناه ستيت فول باكيت فلترنج. ايضا بالنسبه للنوع الثالث من انواع الفاير وولز اللي هو يسمونه الابلكيشن جيت واي، هنا فلترز باكيتس اون ابلكيشن داتا از ويل از اون تي سي بي اي بي يو دي بي فيلدز، هنا الاجهزه في الشبكه الداخليه بدل انه تقوم بالاتصال مباشره بالانترنت او بدل ان تقوم يعني الدخول الى الفاير وول مباشره، راح تقوم بالهوست تو جيت واي تيل نت سيشن او اي نوع من انواع السيشن، يعني اي واحد من الاجهزه راح يقوم بالاتصال بهذا الابلكيشن جيت واي اللي هو بوابه التطبيقات، واللي هي راح تحتوي على الشروط اللي من خلالها يمكن يعني ارسال او عدم ارسال البيانات الى الخارج. فمثلا اذا كانت هذه الابلكيشن جيت واي تحتوي على امكانيه يعني مثلا المثال انه allow select internal users to telnet outside، مثلا اذا اردنا ان نقوم بالسماح لبعض المستخدمين بالقيام باجراء يعني بعمليه تيلنت الى خارج الشبكه، راح نقوم اول شيء نطلب من كل التيلنت يوزرز تو تيلنت ثرو جيت واي، نطلب من كل المستخدمين الذين يريدون استخدام التيلنت ان يقوموا بعمل ذلك عبر بوابه الشبكه. بالنسبه للمستخدمين المخولين بعمل هذا الشيء فان بوابه الشبكه راح تقوم بضبط يعني اتصال تيلنت الى الديستنيشن هوست، يعني كانه راح تعمل كبروكسي يعني جهاز وسيط في الشبكه الداخليه. الجيت واي طبعا ريليز داتا بتوين تو كونكشنز، هنا الجيت واي راح تقوم ب اخذ البيانات من المستخدم عندها وبعد ذلك تقوم بتاسيس اتصال تيلنت الى الجهاز الخارجي اللي هو الديستنيشن المستهدف، بحيث انه الجيت واي تو ذا ريموت هوست تيلنت سيشن، راح يكون عندنا تو كونكشنز بدل من الكونكشن الواحد. الراوتر فلتر بلوكس اول تيلنت كونكشنز نوت اوريجينيتد فروم ذا جيت واي، بحيث انه الراوتر المسؤول او في الطرفي في الشبكه راح يقوم بمنع كل هنا هذا الراوتر اللي هو راوتر اس فلتر، راح يقوم بمنع كل التلنت سيشنز اللي هي غير قادمه من الابلكيشن جيت واي، بحيث انه راح يكون هذا هو كانه هو البروكسي سيرفر اللي من خلاله يتم تاسيس كل الاتصالات المسموحه من قبل هذا الراوتر، فبالتالي احنا قللنا العبء الموجود على هذا الراوتر، لانه عاده يعني يفضل انه نترك الراوتر
لعملية الراوتينج فقط، ونجعل الفاير وول أو الانتروجن ديتكشن سيستم أو الانتروجن بريفنشن سيستم في جهاز آخر مستقل. نفس الحالة أيضا هنا نلاحظ أنه من اليوزر هوست إلى الجيت واي سيشن، ومن الجيت واي إلى هنا هذا راوتر أس فلتر، ومن عنده إلى الجيت واي تو ذا ريموت هوست سيشن. نفس الحالة يعني هنا قاعد تصير عندنا. Limitations of firewalls and gateways، المشاكل أو القيود المحددات الموجودة في الفايروولز والجيتويز، أنه مثلا إذا كان أكو عندنا ما يسمى بالاي بي سبوفينج اللي هو يعني انتحال شخصية أحد الاي بيات، فأن الراوتر يعني cannot know if the data really comes from the claimed source. الراوتر أو الفايروول هنا لن يستطيع معرفة هل أن هذه البيانات قادمة فعلا من المصدر الأصلي أو لا، أو أنه تم يعني فبركتها في الشبكة من قبل المان in the middle وإرسالها مرة أخرى إلينا. كذلك إذا كان عندنا عدة تطبيقات تحتاج إلى special treatment، إلى معاملة خاصة، مثل ما شفنا قبل قليل بال application gateway، هذا يعني أنه كل تطبيق راح يكون إلى gateway خاص به، وبالتالي راح يزيد عندنا كلفة الشبكة وممكن تقل كفاءتها، لأنه راح يكون عندنا الكثير من البروسيسنج، وبالتالي راح يمنع الباكتات من أنه ترسل أو تستقبل في نفس الوقت. كذلك الـ client software must know how to connect to contact gateway. هنا معناتها انه السوفت وير اللي نقوم بتنصيبه في اجهزتنا سواء كان هو ويب براوزر او كوماند لاين انترفيس او غيرها، يجب ان يعرف الجيت واي ويتصل بها قبل ان يخرج الى خارج الشبكه. وهذا يعني انه يجب ان نضبط الاي بي ادرس للبروكسي في الويب براوزر، يعني جوجل كروم او الموزيلا فايرفوكس او الانترنت اكسبلورر، قبل ان نستخدمه يجب ان نضبط الاي بي ادرس الخاص بالبروكسي اللي هو الابلكيشن جيت واي، قبل ان يعني نستطيع الاتصال بالشبكه الخارجيه. وهذا ايضا تعتبر يعني خطوه اضافيه في اعدادات الشبكه غير مفضله في اغلب الاحيان. كذلك الفلترز often use all or none policy for UDP. الفلاتر عاده تستخدم كل او زيرو، يعني اما انه تقوم بتمرير كل الترافيك الخاص بال UDP او تمنع كل الترافيك الخاص بال UDP، وهذا الشيء ايضا غير صحيح، لانه ال UDP بعض الاحيان تكون مفيده، وبعض الاحيان تستخدم في عمليات الاختراق. التريد اوف هنا يعني التضحيه بطرف او باخر، هنا راح نحتاج انه نقوم بحساب degree of communication with the outside world and the level of security. يعني هل نحتاج شبكه تكون سريعه جدا، بالتالي راح نحتاج انه نقوم بالتضحيه ببعض السكيورتي، بالتضحيه ببعض القيود على الفلاتر على الترافيك في الشبكه. هل نحتاج شبكه امينه جدا، بالتالي راح نحتاج انه نضحي ب سرعه الشبكه، لانه راح يحتاج كل باكيت تدخل او تخرج من الشبكه انه تخضع للكثير من الفلاتر والكثير من عمليات المعالجه قبل ان تدخل الى الشبكه او تخرج منها. فبالتالي هنا راح يكون هذا القرار يعني يجب مناقشته بين مدير الشبكه ومسؤول امنيه الشبكه، وكذلك البوليسي او الادارات العليا في الشركه وما الذي يريدونه، لانه يعني حتى الان many highly protected sites still suffer from attacks. حتى اكثر المواقع يعني امنيه، واللي هي يعني بعض الاحيان نلاحظ انه مواقع خاصه بشركات كبيره ومؤسسات معروفه وحتى دول تتعرض للاختراق، لانه مثل ما ذكرنا اذا اردنا ان يعني نؤمن الشبكه 100%، طبعا الحقيقه هو ليس هناك شيء اسمه امان 100%، ولكن اذا اردنا نؤمن الشبكه باقصى ما يمكن، هذا يدل على انه احنا قاعد نضحي بالكثير من السرعه الخاصه بهذه الشبكه، وبالتالي هنا يحصل عندنا هذا ما يسمى بالتريد اوف اللي هو يعني الأفضلية بين السرعة أو الأمنية. هذا الشيء مثل ما ذكرنا يجب أن يخضع للنقاش بين المختصين في الاي تي وكذلك المختصين في إدارة الشركة ونوعية الخدمة التي يجب تقديمها إلى المستخدمين في هذه الشركة. النوع الأخير من أنواع أجهزة الأمنية في الشبكة اللي هو يسمى Intrusion Detection System أو الاي دي اس. هذا يعني مقارنة في النوع السابق، سابقا الفايروولز كانت هي عبارة عن باكيت فلترنج اللي هي عبارة عن مرشحات الباكيتات، تعمل على ال TCP IP headers only، تعمل على يعني البيانات الرئيسية الخاصة بالباكيتات، و no correlation check among sessions، ليس هناك يعني تدقيق للتطابق أو التوائم بين الجلسات المختلفة. يعني إذا كان هناك TCP connection رقم A و TCP connection رقم B، ليس هناك مقارنة فيما بينهما من قبل الفايروولز. بالنسبة للإنتروجين ديتكشن سيستم، هنا يطبق ما يسمى بالديب باكيت انسبكشن اللي هو الفحص العميق للباكيتات، بحيث انه يعني ليس فقط يعمل في الهيدرز وانما يدخل ايضا حتى في داخل محتويات الباكيت، بحيث انه يدقق على الكاركترات او السلاسل الرمزيه للباكيتات،
مقارنة مع فد قاعدة بيانات معينة بحثا عن الفيروسات أو أنواع الهجمات المعروفة يعني سابقا. أيضا يفحص الكوريديشن، التطابق أو الترابط بين الجلسات المختلفة بين عدة باكيتات. يبحث عن ما يسمى بالبورت سكانينج إذا كان هناك فحص البورتات، يعني إذا كان هناك 5 أو 6 باكيتات قادمة من نفس الاي بي ادرس، يعني مثلا 1.1.5.5، والباكت الأولى الديستنيشن الخاص بها هو 192.168.5.5، الثانية 192.168.5.6، الثالثة 192.168.5.7. هذا يدل على أنه أكو هناك بورت سكانينج، أي أن هناك الطرف الآخر قاعد يقوم بعملية بينج لكل الباكيتات أو كل الاي بيات الموجودة في الشبكة الداخلية بحثا عن بورت مفتوح لكي يستطيع استخدامه للهجوم وغيرها. كذلك أيضا الانتروجن ديتكشن سيستم يقوم باكتشاف النتورك مابينج والدينار اوف سيرفيس اتاكس وغيرها من الامور الاخرى. هنا أنا مثل ما نلاحظ هناك طبعا الكثير، يعني نقوم بوضع ملتيبل انتروجن ديتكشن سيستمز في الشبكه. هنا يعني كانه تلاحظ اكو عندنا هنا انتروجن ديتكشن سيستم، هنا انتروجن ديتكشن سيستم، وهنا انتروجن ديتكشن سيستم. كل واحد منهم هو يسمي اي دي اس سنسرز، اللي هي عباره عن متحسسات للبيانات التي تذهب تدخل او تخرج من الشبكه. different types of checking at different locations، يعني عدة أنواع مختلفة من الفحص في أماكن مختلفة. هذا تقريبا هو يعتبر الهيكل الرئيسي للشبكات الخاصة بالمؤسسات اللي هو يعني institutional networks. تلاحظ أكو عندنا شبكة داخلية اللي ربط الأجهزة مع بعضها البعض الآخر، وهناك ما تسمى بالديميليتارايزد زون اللي هي المنطقة منزوعة السلاح اللي تحتوي على الويب سيرفر، الـ FTP سيرفر، الـ DNS سيرفر. هذه هي السيرفرات اللي لها وجهة، يعني واجهة خارجية يمكن مستخدمين الإنترنت الخارجيين يستطيعون الوصول لها، بحيث أنه في أغلب الأحيان نسمح للمستخدمين من الإنترنت بالوصول إلى هذه الويب سيرفر مثلا اللي هو يحتوي على الموقع الرسمي للشركة، ولكنه لا نسمح لهم بالدخول إلى الشبكة الداخلية، وبالتالي يكون المستوى الأمني الموجود هنا أقوى بكثير من المستوى الأمني الموجود هنا. وبالتالي هنا راح نحتاج أنه كلاهما، يعني نحتاج الفايروول ونحتاج الانتروجن ديتكشن سيستمز على مود يكون عندنا نظام أمنية متكامل. يعني اخيرا بالنسبه للنتورك سكيورتي، يعني تحدثنا عن المفاهيم الاساسيه اللي هي الكريبتوغرافي سايمتريك وبوبليك، وتحدثنا عن المسج انتجريتي اند تو اند اوثنتيكيشن، تحدثنا ايضا عن الكثير من سيناريوهات السكيورتي باستخدام يعني تامين الايميل الاس اس ال اي بي سيك 802.11 الخاص بالوايرلس، وايضا تحدثنا عن الاوبريشنال سكيورتي اللي هو الفاير وولز والانتروجن ديتكشن سيستمز. وبالتالي اكملنا الفصل الثامن من منهج الشبكات الاكاديمي، وهذا راح يكون إن شاء الله هو نهاية المنهج. فشكرا جزيلا ومع السلامة.